وتسمعون في وسائل الإعلام أن كثيرا من الناس ممن يشرب بهذا الدخان قد أصابه أخطر الأمراض وهو السرطان وهتك جسمه ثم مات على إثر ذلك، نسأل الله حسن الخاتمة. فانتبه يا من تشرب الدخان وارجع إلى مولاك وابتعد عن هذه الآفة الخطيرة التي تضيع صحتك وعافيتك وتضعف أمر دينك. فاتق الله يا عبد الله، فإن الله سائل.